هو مشهد من مشاهد الإجرام الإسرائيلي في غزة. مسيحيون يصابون بالخوف والهلع بعد سقوط صاروخ إسرائيلي بمحيط كنيسة العائلة المقدسة في القطاع، في ظل استمرار الغارات الجوية وهدم المساجد والمجمعات السكنية والبنى التحتية وارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين. ما هي إلا ساعات على مجزرة مخيم جباليا شمال غزة حتى عاودت إسرائيل ارتكاب أخرى في المخيم، وبالتحديد في الفالوجة، موقعة 400 فلسطيني بين قتيل وجريح بعد استهداف مربع سكني فيه، وسط دمار هائل في المنطقة. وتأكيد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود مصل للجزيرة أن عائلات بأكملها قضت في مجزرة جباليا الثانية، مشددا على أن الدفاع المدني لا يملك المعدات الكافية لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، مطالبا الدول العربية برفضهم بالكوادر القادرة على التعامل مع مثل هذه الأحداث المأساوية حتى يستمروا بأداء واجبهم الإغاثي. المجازر الجديدة تأتي بالتوازي مع مواصلة الجيش الإسرائيلي محاولة التقدم على محاور عديدة بغزة، وتصدي الفصائل الفلسطينية لتلك المحاولات وتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية ومادية، حيث أكدت وسائل إعلام عبرية أن 18 جنديا قتلوا في غزة خلال 24 ساعة الماضية، في وقت انتشر فيه مقطع مصور لبكاء أعضاء في الكنيسة الإسرائيلية بعد رؤية صور القتلى. التطورات المتلاحقة على الأرض قابلها تنديد من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بانتهاكات حقوق الإنسان الجارية في غزة، وتأكيد على أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. لن يكون هناك سلام في المنطقة وفي العالم دون حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك نهاية الاحتلال الإسرائيلي.